معي الآن أيضا من مأرب الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن الدكتور عبد القادر الخراز. دكتور عبد القادر أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. يعني بالتأكيد يعني يمكن قراءة الأرقام المتعلقة بما تحمله هذه السفينة من أسمدة ومن زيوت وأمونيا وما إلى ذلك، لكن هل يمكن أن تنقل لنا صورة للمشاهد العربي ما حجم الكارثة البيئية المنتظرة لا سمح الله إذا بالفعل لم يتم أي تعاطي أو تجاوب مع غرق هذه السفينة؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. الحقيقة أن احنا في وضع كارثي خطير جدا، والباخرة لم تغرق اليوم، هي غرقت قبل 3 أيام. أنا كنت معكم على شاشة الحدث وكنا نفسر الصور، وأنه هي غارقة تقريبا أكثر من 70%، وهذا خطير جدا. يعني 4 أيام تعتبر نحن الآن في وضع كارثي فعلا حقيقي، والمخاطر كبيرة جدا. أولا هناك يعني أكيد أنه المياه تلوثت 100%. هناك أيضا انتقال لهذه السموم وهي أسمدة كيميائية إلى الكائنات الحية البحرية، وأيضا ستؤدي إلى نفوقها، وجزء منها كما ذكرت سيكون محمول ضمن جسم هذه الكائنات التي سيتم اصطيادها أساسا، وستبقى أو ستنتقل، ليس فقط ستؤثر على المجتمعات الساحلية على البحر الأحمر، ولكن ستنتقل أيضا للمناطق الداخلية في الدول، سواء في اليمن وهي الأكثر تأثرا، والدول المشاطئة أيضا في البحر الأحمر ستتأثر بهذا. فالموضوع خطير جدا وكان يجب التحرك. الحقيقة أخي أيضا المضافة اليوم واللي لدينا وثائق عليها والتي تؤكد أن ميليشيا الحوثي ضربت هذه السفينة لدفن نفايات خطرة في اليمن، أن هذه الباخرة محملة تختص بنقل البضائع من الحبوب، فكيف جاءت عليها هذه الأسمدة؟ وأيضا مدير شركة أو عنوان مدير هذه الشركة في لبنان، وهذا يدل كيف وصلت المعلومات للميليشيا الحوثي عن هذه الباخرة. وبالتالي هناك فعلا جريمة مكتملة الأركان بتعمد دفن نفايات المياه البحرية لليمن، والتي ستؤثر ليس فقط على اليمن ولكن حتى على الدول الأخرى. نحن أمام قضية خطيرة والمخاطر كبيرة جدا. هناك يعني سيكون انتقال لهذه السموم الخطيرة وهي مواد كيميائية خطيرة، هي فوسفات أمونيا وليست نترات أمونيا للعلم أيضا، هذا وفق البيانات التي وصلتنا. وخطورتها أيضا كل جميع النترات والفوسفات هي خطيرة، وللأسف أنه لم تعلن حتى خلية الأزمة عن هذه البيانات. هناك خلل كبير حتى في الإدارة الحكومية، ربما ما تجاوبتش مع المجتمع الدولي، وهذا أخطر أيضا. ولكن أيضا كان يجب أن تكون هذه المعلومات متاحة للجميع حتى يتحرك سواء المجتمع الدولي أو المنظمات المهمة في هذا الإطار بالتحرك السريع. نحن اليوم يعني حتى من يعني لما ضربت الباخرة 18 فبراير أعلن بعد 6 أيام، الآن لنا أيضا 6 أيام أخرى ولم يتم التحرك نهائيا. حتى التحالف الدولي بقيادة أمريكا يتحمل المسؤولية. هناك مخاطر كبيرة جدا، أنا أقول أنها موجودة الكارثة، وأنا قلت حتى قبل 3 أيام على شاشتكم أن المخاطر موجودة، واليوم يعلنوا إغراء أنه هي غرقت. لماذا يعني تم التوقف أو لم يتم التحرك؟ وهذا سؤال خطير، معناه أنه هناك شراكة في دفن النفايات، أنا أقولها بكل صراحة. ممكن تزودنا بمعلومات أو تفاصيل أكثر عن هذه الجزئية أو هذا الملف، لأنه حقيقة يبدو ملفا بغاية الأهمية عندما نتحدث عن دفن لنفايات سامة لمدير إحدى الشركات بحسب ما تقول. نعم، كما قلت لك عنوان مدير الشركة هذه في لبنان، مدير الشركة التابعة للباخرة هذه. وهكذا أنا أفسر كيف وصلت المعلومات لميليشيا الحوثي لضرب هذه الباخرة. ثانيا، هذه الباخرة كما ذكرت لك وأؤكد أنه هي وفقا للشيت الخاص بها هي مختصة بنقل البضائع من الحبوب والأكياس التي تحمل الحبوب أيضا. وبالتالي كيف عبئت 20,000 طن من الفوسفات الأمونيا التي هي مادة خطرة والتي تخصص لها بواخر خاصة لهذا الأساس؟ وكنت طرحت حتى في المقابلة السابقة أنه كيف هناك نوعين من المواد الخطرة على السفينة، بمعنى أن هناك فوسفات أمونيا واللي هي أسمدة كيميائية فوسفاتية، وهناك أيضا كمية أخرى من الزيوت، حيث أن حمولة الباخرة 41,000 طن وعليها 20,000 طن من أسمدة الفوسفات. وبالتالي الكمية الأخرى المتبقية كما يذكرون أنها زيوت، لكن لم يحددوا نوعية الزيوت. وبالتالي كيف اجتمع صنفين خطرين على نفس السفينة؟ وعادة السفن
في المختصة بنقل النفط أو مختصة بنقل المواد الكيميائية تكون مخصصة لنوع واحد. يعني أنت تشير يعني دكتور عبد القادر إلى أنه هناك حتى تجاوزات فيما يتعلق بحمولة هذه السفينة وهي نعم. بشكل متعمد ومقصود، هل هذا ما أفهمه يعني؟ نعم نعم، هي بشكل متعمد ومقصود وضربت بالتفاهم مع ميليشيا الحوثي لإغراق نفايات خطرة، وهذا يؤكد أنها نفايات خطرة وليست فقط أسمدة، ربما تكون أسمدة منتهية ومواد أخرى. هذا ما يتضح لنا من الوثائق، حيث أن الباخرة كما ذكرت لك هي أساسا مخصصة لنقل البضائع الحبوب، كيف يتم تحميل أسمدة داخلها يعني كيميائية، هذه مواد خطرة كيميائية لها سفن خاصة بها، فهذا هذه خطورة الموضوع، وهذا ما طرحته حتى في قبل 3 أيام لديكم. نعم. طبيعة الوثائق اللي يعني مع حضرتك يعني دكتور عبد القادر، هل تشير إلى ما هو أكثر من ذلك بما أنه هناك يعني هناك وثائق بالفعل موجودة بحوزتكم؟ نعم، هي هذه الوثائق اللي احنا استطعنا نحصل عليها حول السفينة، حول نوعية البضائع التي تنقلها السفينة، وبالتالي هذا ما أكد لنا أيضا تفاصيل حول خزانة السفينة، حول حجم الخزانات نفسها داخل السفينة والعنابر التي تسمى فيها يعني عناوين خاصة لمدير الشركة، عنوانه أيضا في لبنان بالشارع في بيروت، أيضا متى بنيت السفينة. السفينة للعلم أيضا هذه معلومة مهمة، السفينة بنيت في 1997 يعني لها 27 سنة، وبالتالي عمرها الافتراضي قرب على الانتهاء، وبالتالي هي أيضا في ضمن التحليل هي تعتبر نفاية، وبالتالي ربما حتى يعني التخلص من السفينة بكلها أساسا يعني وإخراج التخلص من النفايات يعني. إضافة إلى هذه السفينة المقبلة على الاهتراء كذلك. نعم، لأنها من 1997 نتكلم عن 27 سنة تشتغل في النقل، وبالتالي هي أيضا تعتبر نفاية يعني قرب عمرها الافتراضي، وبالتالي أيضا هذه تؤكد معالم الجريمة التي نقول عنها دفن نفايات خطرة في البحر الأحمر. طيب في سؤال أخير لو سمحت دكتور عبد القادر، الآن يعني هذه السفينة غرقت وقلت أنه 40% من هذه السفينة بالفعل قد أصابه الغرق، يعني حتى يفهم أيضا المشاهد العربي إلى أي مدى بالفعل يمكن تدارك ذلك، يعني هل الإجراءات بعدها متوفرة بالفعل لتجاوز أثار غرق هذه السفينة؟ هو الآن ماذا يمكن أن نتجاه يعني كيف ممكن أن احنا نخفف الأثر؟ الأثر نعم. موجود. لماذا؟ أولا أنه الحمولة حق السفينة هذه سائبة وليست مغلفة بأكياس، وهذا الآن يؤكد مع غرق السفينة أنها بدأت تذوب في مياه البحر. نعم. وهذا خطير جدا. كيف نتجاوز أو نخفف جزء من الـ الأثر؟ هناك إجراءات يجب عملها وبشكل سريع وبشكل عاجل، ولا يكون مثل المرة الماضية لما تكلمنا أيضا لم يتحركوا للأسف وظلوا 4 أيام بدون أي تحرك. الآن يجب مراقبة فعلا الأسواق، يجب أن يكون هناك أيضا تقييم للوضع، يجب أن تحديد أماكن الأماكن الغير الآمنة للصيد، أيضا يجب أخذ عينات من الكائنات البحرية وتحديد نوعية السميات التي وجدت فيها، يجب وقف كثير من الأنواع السمكية التي وجدت وفقا لهذا التقييم. نعم. وفقا لهذا عرفت أن يتم وقف بيعها ورصدها بالذات المسموم منها بحيث أنها لا تنتقل للسلسلة الغذائية العليا، بمعنى أنه طبعا الصيادين سيصطادوا لأنه بعض الكائنات البحرية لن تموت ولكنها ستحمل السموم في جسمها وبالتالي ستنتقل إلى الأسواق عبر الصيد، وبالتالي ستنتقل ليس فقط في المجتمعات الساحلية ولكن ستنتقل نعم. إلى المناطق الداخلية في كل الدول المشاطئة والتي تتناول السكان الذين يتناولون الأغذية الخاصة بالكائنات البحرية، وبالتالي يجب مراقبة، يجب التحرك بشكل سريع لمراقبة هذه الأسواق ورصد كل الكائنات التي قد صابها التسمم بحيث لا ينتقل، لأنه هناك أمراض خطيرة ستكون سرطان، ستكون أمراض جلدية، يعني نعم. الأمراض التي ستسببها هذه الكارثة خطيرة جدا، ويجب الحد من انتشارها سواء في المجتمعات الساحلية أو في المناطق الداخلية، وبالتالي يجب التحرك أساسا في هذا الإطار الآن حاليا. بعد ذلك مسألة كما قلت تقييم الوضع، عملية أنه كيف تتم ملاحقة هذه المواد، هذه الإشكالية، مشكلتها ليست كالنفط ربما تلاحقها حتى 10 سنوات النفط تلاحقها أو حتى 20 سنة لأنها بقع تبقى مترسبة على الكائنات الحية أو في الصخور أو الساحلية أو في المناطق الرملية للساحل، لكن مشكلة هذه المواد خطيرة لأنها تذوب في الماء لا. أساساً الأسمدة،
وأيضا تدخل في أجسام الكائنات البحرية وبعضها تحملها مثل الرخويات تحمل هذه السموم ولا تموت. وهذه المشكلة الكبيرة جدا في هذه، وبالتالي هناك صعوبة جدا في ملاحقتها. لكن كما ذكرت ما يتعلق بمراقبة الأسواق وأنواع الصيد التي تتم وتحديد مناطق غير آمنة للصيد ومناطق آمنة للصيد يجب التحرص بهذا الأساس، وأيضا محاولة أيضا إخراج الباخرة هذا مهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواد التي ربما ما زالت في طور التحلل. لكن هذا الأمر يحتاج تحرك سريع جدا وليس انتظار دعم دولي. الدول المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته. نحن فعلا يعني مثلا ميليشيا الحوثي هي ميليشيا لا هي تبحث قراب هذا البلد، وبالتالي لا يمكنك توجه لها خطاب، لكن نحن نوجه الخطاب لمن طبعا حقيقة يعني أنا الدكتور الخراز يعني أستثمر حقيقة فرصة وجودك، لكن يعني كيف من الممكن أن يتم هناك أي تحرك دون اللجوء إلى المجتمع الدولي؟ يجب أن يتحرك. أنا أوجه خطابي للمجتمع الدولي، أوجه خطابي للمنظمات المهتمة بالبيئة. هناك كارثة حصلت اليوم، لدينا حكومة ضعيفة لا توجد لديها الإمكانيات، يجب التحرك بشكل سريع فعلا للمساعدة في هذا الإطار ووجود كوادر مؤهلة. يجب أن تكون لدينا كوادر مؤهلة، هذه نقطة أساسية للقيام بشكل صحيح للعمل. في ظل سكوت المجتمع الدولي للأسف، في ظل سكوت المنظمات، الآن 6 أيام منذ الإعلان للأسف يعني غرقت الباخرة بسبب عدم التحرك وعدم فعلا الجدية في سواء من الطرح الحكومي أو من الجانب المجتمع الدولي، كلهم ظلوا يتفرجوا على الوضع. وهذا ما يعني فعلا ما شككني وأكد لي كثير من ما أطرحه. يعني هناك للأسف نوعا ما اتفاق لدفن نفايات خطرة والسكوت عنها. هذه هذه خلاصة المرة، لكن نحن نطالب فعلا ونحمل مسؤولية. وأنا بالنسبة لي أرى أنها جريمة يعني مكتملة الأركان من ميليشيا الحوثي لدفن نفايات خطرة داخل المياه اليمنية. شكرا جزيلا إذن من مأرب الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن الدكتور عبد القادر الخراز، شكرا لحضرتك. أتوجه بالسؤال لدكتور غلاب إذا سمحت، يعني دعنا نعلق على مفاجأة حقيقة فجرها الآن الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة باليمن دكتور عبد القادر الخراز، يقول يعني إن هناك يعني معلومات تشير إلى أن هذه السفينة أصلا مهترئة أنشئت يعني تم صناعتها يعني في عام 97 إذا كنت يعني قد سجلت هذه الملاحظة، نعم في 97 عمرها الافتراضي أصلا قد انتهى، والمفترض أنه هذه العملية كان من المفترض أن يتم خلالها دفن نفايات. ربما هذا معلومة خطيرة جدا يعني، لكن بالأخير نحن نعرف أن هذه السفينة تم ضربها على بعد 11 ميل بحري من السواحل اليمنية، بمعنى أنه لدينا اليوم أكثر من 90% من أبناء تهامة الممتد من ذباب وصولا إلى حدود جيزان في المملكة العربية السعودية. هؤلاء جميعا سيتأثروا، وأغلب هذه المناطق يشتغلوا في الصيد، بمعنى أنه استهداف مباشر لهؤلاء الصيادين. ناهيك عن المعلومة التي أوردها أنه هذه المواد قد تكون سامة، بمعنى أنه أكثر من يصطادوا بهذه الجغرافيا هم اليمنيين، بمعنى وكأنه إذا صحت هذه المعلومة هذا الصيد يعني سيتعرض الصياد كل الصيادين الموجودين على الساحل الغربي اليمني إلى خطر كبير، وكذلك ما سيصطادوا سيصل كسموم إلى بطون اليمنيين. طيب، بمعنى أن الحوثيات تدير حرب واضحة أولا وأخيرا ضد اليمنيين من خلال هذه الجرائم المتعددة التي تقوم بها. وأنا لا أستبعد أيضا أن تكون هناك، لأن الحوثية تشتغل كمافيا ضمن إطار لعبتها الداخلية وحتى الخارجية، ممكن تعقد صفقة ضمن إطار الصفقات المتعددة لتهريب التجارة المخدرات والأسلحة لإسقاطها في البحر الأحمر. ناهيك أن هناك أحاديث أن الحوثية أيضا تستقبل سفن تحمل نفايات ويعني وترميها في بطن الأرض اليمنية. فالحوثية هي مافيا وليست دولة، ولا يوجد رقابة حقيقية عليها لا من الداخل ولا من الخارج، وبالتالي نحن نرى أن المواجهة لابد أن تستمر أو تستمر هذه الجريمة ضد العالم وضد اليمنيين. ونحن تفضل عذرا على المقاطعة يعني دكتور غلاب. سيد الأهدل، يعني في الوقت الذي هناك يعني تتجسد فيه
حرب في البحر الأحمر وهجوم بصواريخ وسفن تابعة لدول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها، حديث عن إبرام صفقات يعني من هذا النوع أو على الأقل حراك خفي من هذا النوع من قبل جماعة الحوثي بحسب ما قال للرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، لربما نقطة بحاجة لتعليق. الحقيقة أنه كلام خطير وخطير للغاية ما سمعناه من شخص مختص في هذا الجانب وتحدث بعمق عن ما يمكن الحديث عنه لإيضاح الصورة بكامل تفاصيلها. هذا طبعا يشير بلا شك لأن يؤكد أيضا الصورة التي تحملها جماعة ميليشيات الحوثي تجاه أبناء المحافظة الحديدة وبقية المديريات المشاطئة للبحر الأحمر. اليوم الميليشيات الحوثية تريد قتل المجتمع عن بكرة أبيه حينما يتم استهداف مثل هكذا حياة وبمثل هكذا طرق وبمثل هكذا أدوات، فهذا يعني الجريمة فعلا كما قال رئيس الهيئة مكتملة الأركان، لا تستهدف فيها الميليشيات الحوثية هذه السفينة بقدر ما هي تستهدف المجتمع أبناء هذه المنطقة بقدر ما هي تستهدف كل كائن حي يسير على هذه البقعة الجغرافية من اليمن. إذن المسألة يجب اليوم التعامل معها بطريقة مختلفة. الدعوة التي وجهها أيضا رئيس الهيئة هي ذات الدعوة التي أنا وجهتها، لكن كيف المعالجة اليوم؟ كيف الحد من هذه الكارثة؟ كيف الحد من حماية يعني حياة هؤلاء الناس، حياة هذا المجتمع، حياة الكائنات داخل هذه المنطقة؟ الأمر صراحة وهو يتحدث أنا بدأت أتخيل الواقع الذي يمكن أن نتعامل معه نحن في محافظة الحديدة، الصياد اليمني كيف سيتعامل، المشتري، خصوصا أنه زي ما قال الدكتور رجيب وقلناها سابقا بأنه 250 إلى 300 ألف يمني من هذه المحافظة من يعتمدون على الاصطياد فقط. أنا كنت حقيقة أتصور بأن الأسماك ستموت، لكن المفاجأة في حديث المختص في هذا الجانب بأنه في نوع من الأسماك ستعيش وستنتقل إلى المجتمع، هذا بحد ذاته يعني أمر بالغ في الخطورة ويجب أيضا تمام سيد الأهدى. طيب أمرر السؤال ربما وتعليق على هذه النقطة بآخر محطة مع سيد الطاهر حول موضوع دفن هذه النفايات وربما إبرام صفقة وراء ما يجري في البحر الأحمر من حراك عسكري. حقيقة أنا مصدوم من الكلام الذي تحدث به الدكتور عبد القادر الخراز وكذلك الدكتور وكذلك عبد السلام الحميد وزير النقل، بينما يتحدث وزير النقل يعني بأنه مكبل الأيدي لا يستطيع أن يتواصل مع الدول العظمى، فقد يتواصل مع هيئات بحرية مع منظمات دولية ليس بيدها أو بمقدورها شيئا تقوم به. في الجانب الآخر يتحدث الرئيس الهيئة العامة السابق عبد القادر الخراز بأن هذه هناك اتفاق بين إيران. عبد القادر الخراز معلوماته دائما تبدو قريبة من الصواب وهو متخصص في هذا الجانب وهو كثير يتابع الممر الحركات الممر الدولي السفن ومختص بهذا الشأن، وبالتالي الحديث بأن هناك اتفاق يبدو بالفعل أن هناك اتفاق على إغراق النفايات، خصوصا وأن هناك معلومات سابقة بأن الحوثيون دفنوا نفايات داخل اليمن أو في شواطئ البحر الحديدة، وهذا يعني بأن الحوثيين غير مؤتمن به بأن يحكم دولة يعني تتكون من أكثر من 35 مليون نسمة، هو يعني غير كيف يمكن أن نصل معه إلى تفاهمات سياسية وهو يحاول تسميم اليمنيين، يحاول إثقال كاهل اليمنيين بأمراض سرطانية خبيثة. نعم. أمراض سرطان يعني خبيثة جدا لا يمكن أن ينجو منها بشكل بسيط، ليس اليمن حسب وإنما غالبية الدول المشاطئة للبحر الأحمر. هناك أكثر من 96 ألف طن من الأسماك ممكن أن تضرر، هذه ممكن
نعم بسبب يعني ما تعود على الشعوب ما يمكن يعني أن يحدث من كارثة بيئية. إذن من القاهرة المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، كذلك كان معنا الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، وأيضا من الرياض علي حميد أو حميد الأهدل مدير الإعلام في محافظة الحديدة. شكرا جزيلا لكم ضيوف.